مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. تحركت السلطات المحلية لمدينة الصويرة بسرعة بعدما تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية خرق مواطنين لحالة الطوارئ وقيامهم بالتوفد بشكل كبير نحو أحد شواطئ المدينة رغم محاولات الأمن تفريقهم. وقامت السلطات اليوم بإغلاق الشاطئ بحواجز حديدية لمنع أي شخص من الاقتراب بعدما توافد عليه عدد كبير من المصطافين أمس الجمعة ضاربين عرض الحائط تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.